قدمكن على الأرض هالدارة، أنتو الأحبة وأنتو للصدارة. أكثر من عامين وأنتم تحمون هذا الوطن بدمائكم وحياتكم، تصونون شعبكم. أكثر من عامين على اتساع هذا الوطن تحاربون كل من يريد شرا له. وقفتم بوجه هولاكو وأبو جهل ومسيلمة الكذاب دون أن تقولوا كلمة واحدة. كانت كلماتكم الوحيدة: الله، الوطن، الشعب. مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الساعة الحرة. يسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عفيف دلي، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. يعني دكتور، قبل أن نبدأ بالحديث عن الإنجازات الكبيرة التي يقوم بها الجيش العربي السوري على الأرض، اليوم كان هناك يعني رأينا يعني أكثر فقاعة إعلامية ظهرت على الشاشة. كان لقاء بين وزير خارجية بريطانيا ويليام هيغ ووزير خارجية الأردن ناصر جودي. يعني في الحقيقة دائما كانت تصرح بريطانيا بأنها يعني تريد تسليح المعارضة، يريدون دعم المعارضة، يريدون مناطق عازلة للمعارضة. يعني اليوم عاد وجدد مثل هذا الموضوع، بل وهدد يعني الدولة السورية بأنهم سيسلحون المعارضة. يعني ماذا كانوا يفعلون سابقا؟ ألم يكونوا يسلحون؟ لماذا يعيدون الكلام نفسه فيما يتعلق بالتسليح والمناطق العازلة؟ ثانيا، يعني إن كانوا هم يستطيعون يعني أو قرروا فعلا أن يكون هناك منطقة عازلة، هل هم قادرون على فعل مثل هذا الأمر؟ أم أنه يعني كلام للإعلام وفقط يكررونه نفسه يوميا؟ بالإضافة إلى ذلك، يعني صباحا يقول بأنه لا مكان للرئيس الأسد في التسوية الدولية القادمة من أجل الأزمة في سوريا، بمعنى يعني إصرارهم على رحيل الرئيس الأسد هو الشرط الأول للدخول في الحوار. من ثم ظهرا يعود ليغير في كلامه ويقول بأنه يعني في أيضا مؤتمر صحفي ثاني مع جودة يقول بأنه وجود الرئيس الأسد قابل للتفاوض. يعني ما رأيك بهذا التخبط الذي يحدث؟ نعم، في البداية الرحمة والخلود لأرواح الشهداء جميعا والتمنيات بالشفاء العاجل لكل الجرحى. طبعا مجموعة أسئلة حضرتك لخصتيها بسؤال واحد. في الحقيقة يعني قضية التسليح أو قضية السلاح الكيماوي أو قضية بقاء الرئيس وتنحي الرئيس وكل هذه المفردات حقيقة يجب دائما أن ننظر إليها من خلال مسبباتها وما يمكن أن تخلقه من منافع في السياسة لمطلقها. يعني بمعنى، لماذا هذا التوقيت اليوم بالذات؟ كيف ينتفع مطلق هذه التصريحات وهذه الطروحات، كيف ينتفع اليوم في السياسة من خلال هذه الطروحات؟ اليوم عزيزتي هناك توجه عام نحو حل سياسي للأزمة السورية، أليس كذلك؟ لكن يتخلل هذا التوجه العام بعض التصريحات من مسؤولين غربيين يتحدثون عن تسليح معارضة، بمعنى تناقض مع التوجه السياسي العام لحل الأزمة السورية سياسيا بعقد مؤتمر دولي هو مؤتمر جنيف 2 المرتقب أو المزمع عقده. هذا أولا. أو يحاولون حقيقة أن يضغطوا أو يمارسوا مزيدا من الضغوط من خلال تصريحات توحي بأنهم لا يزالون على نفس السكة، سكة المشروع الأساسي الذي هو إسقاط الدولة السورية وتفتيت سوريا وتدمير سوريا وإلحاقها بركب الربيع العربي. اليوم علينا أن نفهم حقيقة أن هذه المفردات لا يمكن التخلي عنها من قبل الغرب. يعني في الوقت الذي يتم الحديث فيه بشكل عام عن حل سياسي للأزمة السورية، لابد من طرح مفردات قديمة جديدة. يعني هي قديمة، ليست جديدة هذه المفردات، موضوع تسليح المعارضة أو تسليح المجموعات المسلحة، لكن اليوم يستخدمون هذه المفردات أولا للإيحاء بأنهم لم يهزموا عندما تبنوا خيارا جديدا هو خيار الحل السياسي عبر مؤتمر دولي. هم لم يهزموا، لم يتراجعوا عن موقفهم السابق، لذلك يحافظون على مفردات معينة معادية للدولة السورية كمفردة أن نسلح نحن أحد الطرفين نزاع. إضافة إلى ذلك هناك منفعة وهي رفع معنويات المرتزقة الإرهابيين على الأرض. لماذا؟ لماذا عندما نقول نحن هم يريدون رفع معنويات هؤلاء الإرهابيين؟ كي يضمنوا استمرار الاشتباك قدر المستطاع، بالتالي يكسبوا مزيدا من الوقت
في السياسة ويستخدموا هذه الورقة الضاغطة وهي ورقة استمرار الاشتباك وعدم قدرة الجيش العربي السوري على الحسم النهائي. لكن أيضا بالمقابل عندما أخذ الجيش العربي السوري زمام المبادرة وانتقل إلى تحقيق تقدم نوعي وهائل جدا على كل المحاور، تداعت الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى المناداة لعقد مؤتمر دولي لحل الأزمة السورية سياسيا. لكن كما قلت لك، لا يمكن اليوم التخلي عن مفردات أساسية كانوا يتبنونها في السابق. لماذا؟ لأن التخلي عنها هو اعتراف صريح بهزيمة استراتيجية في سوريا، هذا أولا. ثانيا، هم يريدون أن يقولوا أن إنتاج أي تسوية مقبلة فيما يخص الشأن السوري لم تكن بناء على انهزام المشروع الغربي الصهيوني في سوريا، وإنما بناء على تنازلات قدمتها القيادة السورية فيما يتعلق بعناوين معينة. على سبيل المثال، قضية تنحي الرئيس وبقائه، قضية السلاح الكيماوي، وقضية الأدوار الإقليمية المحتملة أو الممكنة لسوريا ما بعد انتهاء الأزمة وعقد التسوية. لذلك اليوم هناك مطلوب حقيقة على المستوى الخطاب السياسي المعلن من القوى الغربية أن يكون هناك تسويق لفكرة أو تمهيد لفكرة أن ثمة تنازلات معينة مطلوبة من القيادة السورية أن تقدمها لتنتج التسوية، وبالتالي أن هذه التسوية لم تنتج بناء على نصر حقيقي استراتيجي حققته القيادة السورية. ولذلك حقيقة عندما بدأ الجيش هو بأخذ زمام المبادرة وبدأ هو يتحكم بعامل الوقت، لم تستطع الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي، فتداعت إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي. لماذا؟ لأن الانتصار العسكري والحسم العسكري الميداني على الأرض يعطي اعترافا، لن يجعل سوريا تنتظر اعترافا من أحد، يعني من أحد أن يمنحها هذا الاعتراف بالنصر. سيكون النصر مبين وواضح، وبالتالي هو بالمقابل سيكون انهزام واضح وصريح للولايات المتحدة ومن معها. لذلك لا يمكن حقيقة إلا أن يلتفوا على التقدم العسكري المحقق على الأرض بغطاء سياسي أو بحركة سياسية أو بمناورة سياسية. هم يريدون أن ينتجوا حلا سياسيا، لأن الحل السياسي يبقيهم في الواجهة كقوى كبرى هي من أنهى الأزمة. بالتالي لم تنهى الأزمة بفعل عوامل القوة الذاتية لسوريا، بل انتهت الأزمة السورية والحرب الموجودة في سوريا بفعل توافق دولي، بمعنى بقيت القوى الغربية أو بقيت الولايات المتحدة هي تملك القدرة على افتعال الأزمة وحل الأزمة، يعني مفاتيح الحل لا تزال بيد الولايات المتحدة، هي تريد أن توحي بذلك. لكن في حقيقة الأمر ليس الموضوع كذلك، الموضوع على العكس تماما. ولذلك في هذا السياق نفهم مدام وفاء أن المفردات التي يطلقها البعض في بعض الأحيان هي مفردات فقط لحفظ ماء الوجه، كي لا يقولوا أننا نحن تراجعنا وابتلعنا ألسنتنا بالمطلق ولم نعد نتبنى تلك الخيارات التي كنا نتبناها في السابق. يعني وكان يرافقها يعني، ولكن أي منطق يقول بأنه هيك يصرح صباحا بشيء وظهرا بشيء آخر؟ طيب أنا بقول لك ليش. هذا دليل أن اليوم غير مسموح حقيقة لتداول مفردات معينة أو التركيز الزائد عليها. يعني موضوع تنحي الرئيس أو بقاء الرئيس ليس الآن مطلوب أن يتم التكثيف فيه، كان مطلوبا أن يتم التكثيف فيه قبل الضربة الإسرائيلية الأخيرة لجمراية، وتداعيات هذه الضربة لاحقا، بمعنى انتقال سوريا من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل اليوم والمبادرة، حتى على مستوى الصراع مع إسرائيل والاشتباك مع إسرائيل، وعدم السماح على الإطلاق لأي تجاوز إسرائيلي أو خرق إسرائيلي بأن يمس السيادة السورية ولو كان بشبر واحد. وهذا ما رأيناه بردة الفعل من قواتنا المسلحة عندما تجاوزت آلية عسكرية إسرائيلية خط فض الاشتباك. ولذلك اليوم حقيقة كلهم اليوم يعني قلقون من ردة الفعل السورية أولا، قلقون من ما يمكن أن تقوم به القيادة السورية من تشكيل معادلات إقليمية استراتيجية جديدة على مستوى الصراع والاشتباك مع إسرائيل، وخاصة قضية فتح جبهة الجولان على سبيل المثال، وما يتيح ذلك إلى إعادة تقوية واندفاع كل فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية والاشتباك مع إسرائيل من بوابة هذه الجبهة التي كانت حقيقة ليست خاملة إلا عسكريا على مستوى احترام المعاهدة الدولية لفض الاشتباك بعد 73. لذلك اليوم نفهم أن سوريا اليوم حقيقة بيدها خيوط اللعبة،
واليوم سوريا هي من يملي الشروط وليس الآخرين الآخرين من يملون الشروط على سوريا. يعني يخطئ من يظن اليوم أن كما يقول هيج على سبيل المثال أن الموضوع قابل للتفاوض. لا، مش أنت بتطرح قضية أنه هو قابل للتفاوض أو غير قابل للتفاوض. أصلا أنت لست بموقع أن تطرح أو تملي شروطا على الدولة السورية في الوقت الذي تنتصر فيه وينهزم مشروعكم يوما بعد يوم. والدليل هذا التقدم الكبير على مستوى الميدان في القصير وفي ريف دمشق وفي حلب وفي كل المناطق حقيقة، إضافة إلى انهيار المنظومة السياسية والإعلامية والإرهابية للخصم بالتوازي مع هذا التقدم. لأنه من المعلوم كلما كان هناك تقدم نوعي للجيش العربي السوري كان هناك انهزام كبير جدا للمرتزقة الإرهابيين على الأرض. لذلك حاولت على سبيل المثال إسرائيل أن تتدخل مرتين متتاليتين على خط الأزمة وخط الاشتباك العسكري مع المجموعات المسلحة بشكل مباشر، لتقول لهم بأنها هي جاهزة وموجودة وقادرة على التدخل أينما ومتى شاءت. لكن هذا الموضوع أيضا لم يعد اليوم في قدرة إسرائيل. وأنا أؤكد لك أن إسرائيل لن تجرؤ على الإطلاق على أن تعيد الكرة مرة أخرى في أي اختراق أيا كان شكله، سواء هذا الاختراق كان على مستوى الحدود، على مستوى آلية تجاوزت خط تفضل الاشتباك ولاقت الرد المناسب وإسرائيل حاولت أن تلف وتدور على الموضوع وقالت أن الآلية كانت فارغة لم يكن بها أحد، علما أن الآلية لا تتحرك من تلقاء ذاتها يعني بطبيعة الحال. لذلك اليوم أيضا مقتل اليوم يعني جندي إسرائيلي في هضبة الجولان. تماما، اليوم في 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 مقاومة شعبية موجودة اليوم في جبهة الجولان وأخذ بالتصاعد وأخذ بالتنامي، وهذه حقيقة وهذا حق، وهذا حق لنا، يعني قضية حق لنا. عندما كنا نحن يعني نحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فيما يخص فض الاشتباك مع العدو الإسرائيلي ليس من باب الضعف على الإطلاق، كنا نظهر ونعطي الحل السياسي وموضوع المفاوضات وعملية السلام الأولوية. لكن في ظل تعطل عملية السلام وفي ظل الواقع العربي الإقليمي السيء حقيقة والمتردي، وفي ظل هذه الحرب المفروضة على سوريا على كل الجبهات وكل المستويات ودخول إسرائيل بشكل مباشر على خط الأزمة، لم يعد هناك حقيقة من داع لنقول أننا نحن نلتزم بالاتفاقيات في الوقت الذي لا يلتزم بهذه الاتفاقيات أحد. هذا الموضوع انتهى، لم يعد أصلا موجود لا في المنطق العقل السليم ولا في الواقعية التي اليوم نعيشها ونتعاطى معها على المستوى الميداني وعلى المستوى السياسي وفي التكتيك وفي الاستراتيجية. لذلك اليوم على المستوى المشهد الدولي والإقليمي أعتقد أن ثمة هناك انهزام كبير جدا لهذا المشروع ومحاولة لتصفية أدوات هذا المشروع، لكن هناك محاولة بين هذا وتلك بتحقيق كسب ولو جزئي للوقت وبالتالي تمرير تصريحات في الوقت الضائع قبيل انعقاد المؤتمر الدولي الذي أنا أعتقد أنه هو الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية لتخرج بما تبقى من ماء الوجه دون إعطاء سوريا اعترافا صريحا بنصر استراتيجي على الولايات المتحدة ومشروعها الصهيوني في المنطقة. لذلك اليوم كل هذه التصريحات باعتقادي هي فقاعات صابون. بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول كانت منذ البداية تسلح المجموعات الإرهابية المسلحة، هذا الأمر ليس جديد، لكن عندما يظهر هذا التصريح في العلن في الخطاب المنطوق أو في الخطاب السياسي المعلن باعتقادي هو محاولة لتعويض النقص الحاصل في الميدان. يعني عندما يلجأ صاحب المشروع إلى الإيضاح والبوح عن أدواته التي بالأصل كان يشتغل عليها ويعتمد عليها في تحقيق أهدافه ومشروعه، فهو يحاول أن يحقق على مستوى الحرب النفسية والمعنوية ما لم يستطع أن يحققه في الميدان بالحالة المادية. وبالتالي هو اليوم يكشف نفسه أولا، ثانيا هو لا يستطيع حقيقة، هو يؤشر ويدلل على أنه لم يستطع أن يحقق في الميدان وبشكل مادي ما كان يأمله من تلك الأدوات، وبالتالي هو يحاول أن يعوض كحالة معنوية فقط لتلك الأدوات يعني ما تخسره هي في الميدان بشكل يومي وبشكل لحظي. لكن باعتقادي هذا الموضوع على المستوى الاستراتيجي غير مجدي غير نافع لمطلق هذه التصريحات على الإطلاق، بل هو ينتقل من فشل إلى فشل أكبر. وباعتقادي موقف الاتحاد الأوروبي بكامله اليوم الذي يعارض انفراد كل من بريطانيا وفرنسا بهذه الخطوة، خطوة تسليح المجموعات الإرهابية المسلحة، وقلق الأوروبيين من عودة هؤلاء الإرهابيين بعد انتهاء الأزمة في سوريا إلى البلاد الأوروبية التي انطلقوا منها، هو حقيقة يشكل اليوم هاجس كبير لدول الاتحاد الأوروبي. لذلك اليوم باعتقادي ما يحصل في السياسة هو بروباغندا إعلامية معينة من قبل دول الغرب
الهدف منها التشويش على ما يحققه الجيش العربي السوري، حتى على يعني انشاء مناطق عازله، خصوصا انه راينا فيما يتعلق بالمناطق العازله نداء مما يسمى بالائتلاف الوطني الموجود في قطر، نداء من اجل انشاء ممرات انسانيه داخل القصير، علما بانه الجيش العربي السوري اعطى مهل واعطى ووجد ممر امن لمرور المدنيين في منطقة في مدينة القصير يعني. لكن الذي حدث أن المجموعات الإرهابية المسلحة منعت المدنيين من الخروج، بل واحتجزتهم كدروع بشرية لاستعمالها في حال اقترب الجيش العربي السوري، بدليل أننا رأينا مجازر لهم بأبناء قرى معينة في القصير يعني. يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا الائتلاف هو أداة أو جناح سياسي لما يسمى الجناح العسكري الذي هو الجماعات الإرهابية المسلحة في الداخل السوري؟ هل نستطيع أن نطلق عليه هذه التسمية؟ لك أي تسمية يمكن أن نطلقها عليها؟ يعني ربما تعطيه صفة تنظيم، يعني بمعنى أنه هو جزء من تنظيم أو هو بحد ذاته تنظيم، وهذا حقيقة ما ليس حقيقة. يعني الحقيقي اليوم هو أن هذه المجموعات أو هذه الشخصيات التي لملمت وجمعت وركبت وصنعت وهي تتلقى الأوامر بما تقول وبما تتنفس وبما تأكل حتى، وليس لها أي قرار وليس لها أي صلاحية، هي مسدودة الإرادة ومسحوبة الصلاحية بالمطلق، هي تأتمر بوحي الإرادة الأمريكية وبالتوقيت الذي يحدده الأمريكي وبالمفردات التي يختارها. بالمقابل المجموعات الإرهابية المسلحة أيضا تتحرك وفق المصلحة الأمريكية وفي التوقيت الأمريكي، لكن كما قلت لك عندما أخذ الجيش العربي السوري زمام المبادرة لم يعد فقط هو يتصدى لأي هجوم، وعلى المدى الطويل كان هو الهدف الاستراتيجي هو إفشال أي رهان يمكن أن يراهن عليه الإرهابيون ومن يشغلهم، بمعنى إسقاط الرهان السياسي الذي يمكن أن يبنى على أي متغير محتمل في الميدان من قبل الولايات المتحدة، بمعنى المشغل الأصلي والأساسي لهؤلاء الإرهابيين، وأيضا إسقاط الرهان الميداني أو العسكري الذي يمكن أن يأمله الإرهابيون ومن يدعمهم بشكل مباشر لوجستيا كدول إقليمية معروفة قطر والسعودية وتركيا، من خلال عدم الإتاحة لهم بأن يحققوا أو يؤسسوا على أي إنجاز في الميدان استراتيجيا ولا حتى تكتيكيا. لذلك حقيقة طيلة الفترة الماضية كان الجيش يعمل على هذا الهدف الاستراتيجي في السياسة وفي الميدان في آن واحد وقد نجح به، لم يستطيعوا أن يحققوا أو يؤسسوا لأي إنجاز في الميدان وفي السياسة على المستوى الاستراتيجي على مدى هذا الاشتباك. اليوم الجيش العربي السوري لم يعد فقط يعني في إطار تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بل اليوم انتقل إلى تحقيق هدف استراتيجي أكثر أهمية وحيوية باعتقادي، وهو القضاء المبرم، يعني الانقضاض على هؤلاء على هذه المجاميع الإرهابية في مواقعهم في معاقلهم التي أصلا هيئها لهم الجيش العربي السوري ليتجمعوا بها ويصل الانقضاض عليهم. يعني هناك تكتيك في المعركة العسكرية حقيقة تبعه الجيش العربي السوري وعلى مدى طويل، يعني على مدى بعيد نسبيا، وهذا كان يتطلب عقلا استراتيجيا باردا في التفكير والتخطيط والتنفيذ، وهذا حقيقة ما يملكه الجيش العربي السوري كجيش كمؤسسة عقائدية وطنية لها عقل استراتيجي يديرها، ليست هي مجموعة من المرتزقة واللصوص همهم أو هاجسهم الأساسي بضع أمتار من الجغرافيا يتواجدون بها ويقنعون أنفسهم بأنهم قد سيطروا عليها فعلا. السيطرة ليست الوجود في حيز جغرافي، السيطرة هي إمكانية القدرة على امتلاك القدرة على الحفاظ على هذا الحيز الجغرافي والبقاء فيه، وهذا حقيقة ما افتقدوه ويفتقدونه حتى هذه اللحظة. ولذلك عندما تقدم الجيش العربي السوري وأخذ زمام المبادرة لم يعد بالإمكان حقيقة إلا للولايات المتحدة ومن معها بأن تحاول أن تتستر وتشوش على هذا التقدم الحاصل في الميدان من خلال الدعوة لانعقاد مؤتمر دولي، لأنه هو الفرصة الوحيدة المتبقية للولايات المتحدة كي تخرج من عمق الزجاجة السورية دون الاعتراف بهزيمة استراتيجية كبيرة منيت بها على يد سوريا دولة وشعبا. وبالإضافة إلى ذلك هي لا تريد اليوم أن تجعل السوريين يؤسسون على نصر واضح الملامح. النصر العسكري مدام وفاء هو نصر دائما واضح المعالم، هناك وضوح بمن هو مهزوم وهناك وضوح لمن هو كاسب في المعركة، بمعزل عن الخسائر الموجودة طبعا في المعركة دائما هناك خسائر لكل الطرفين، لكن في نهاية المطاف هناك مهزوم وهناك فائز في هذا المنتصر في هذه المعركة.
علما أن هذه المعركة بأبعادها وحجمها وحجم الضخ وحجم الإمداد المتوفر كان لها حقيقة هي معركة كبرى، ليست معركة صغيرة وليست معركة بين طرفين عاديين، هي معركة بين الجيش العربي السوري والشعب السوري من جهة، وبين مجموعات إرهابية مسلحة مدعومة بكل أجهزة المخابرات الموجودة في أوروبا وفي الولايات المتحدة والمسلسل الإسرائيلي والأردن ولبنان وتركيا ودول الخليج. وبالتالي حقيقة حجم المعركة كان كبيرا جدا، ولذلك اليوم مثل هذه الأطراف السياسية التي جمعتها الولايات المتحدة الأمريكية، ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول ومدري شو، وهدول النامي حقيقة المرتزقة في السياسة كما أولئك المرتزقة في القتل والإجرام والإرهاب، هما ناطقان باسم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. عندما اليوم تريد الولايات المتحدة أن تمظهر هؤلاء بمواقف متباينة أو تطرح مواقف جديدة يمكن أن تشكل هي بذاتها هذه المواقف مادة إعلامية تتلقفها وسائل الإعلام وتبدأ بالنسج على منوالها، تبدأ بالحديث عنها والتكثيف، تكثيف الحوار حولها حقيقة، هي فقط الهدف الأساسي التعمية عما يجري ويحصل على الأرض، هي محاولة للالتفاف على ما يجري على الأرض من تقدم للجيش والإيحاء بأن ما هو حاصل، ما هو حاصل ما هو حاصل تماما، يعني بدهم يحكموا الآلية العسكرية الإسرائيلية، الآلية العسكرية وضباط استخبارات وعدد ومعدات وأجهزة تنصت وأجهزة تشويش. وهناك يعني أنا بقول لك في 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 شغلات في بلاوي زرقاء انكشفت وتم ضبطها. يعني هل المنطقة العزلة التي يطالبون بها هي للإمداد من جهة ولخروج هؤلاء من جهة ثانية؟ هي للتشويش، هي غير قابلة للتطبيق قولا واحدا. يعني في ظروف كانت افضل من هذا الظرف الحالي مدام بالنسبه لهم على فكره، وبالنسبه لقراءتهم السابقه لواقع الازمه السوريه وواقع المعركه والاشتباك، كان هناك ظروف افضل من هذا الظرف الحالي، ولم يستطيعوا ان يحققوا شيء من الطروحات التي كانوا يطرحونها ويتبنونها في تلك الفتره على مستوى ممرات امنه ومناطق عازله. المنطقة العازلة او الممر الامن هو اعلان حرب بالنسبه لسوريا، وبالتالي الحرب ستشتعل في المنطقه. لا يمكن حقيقة اليوم بحال من الأحوال في ظل وجود دولة منتصرة وقادرة ومتماسكة وموجودة وواقفة على قدميها وجيش يتقدم على الأرض، ليس فقط يدافع ويشتبك على مدى أكثر من 24 شهر، بل هو يتقدم اليوم وبشكل نوعي وخطير. يعني بمعنى اليوم الجيش العربي السوري لم يكن فقط هو يوجه ضربة صاعقة على مستوى التقدم في هذه المنطقة الجغرافية فقط كنتيجة، بل حتى آلية التقدم. يعني توقيت، يعني خلال يوم 3-4 أيام كان الجيش في عمق في منتصف مدينة القصير، واليوم تم تطهير الجزء الجنوبي بالكامل في مدينة القصير، وبقي الجزء الشمالي فقط كما تفضلت قبل قليل هي لقضايا تتعلق بإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء الذين اتخذوا كدروع بشرية من قبل المجموعات أو ما تبقى من المجموعات الإرهابية المسلحة. انهارت المجموعات الإرهابية بالكامل مدام في القصير، تم قتل ما يسمى أو ما يلقب بزعيم تنظيم القاعدة في مدينة القصير المدعو أبو عمر، وتم يعني فرض عقد هذا الهيكل لهذه المجاميع الإرهابية بالكامل في تلك المنطقة، استسلم من استسلم وقتل من قتل. وأؤكد لك أنه لم يكن متاحا لأحد أن يهرب أو أن يفر على الإطلاق، تم ضبط الكثير، تم إلقاء القبض على الكثيرين هناك، إضافة إلى مقتل الكثيرين نتيجة الاشتباكات المباشرة مع الجيش العربي السوري. وبالتالي اليوم لا مجال حقيقة للحديث أو للرهان على أن الجيش العربي السوري هو جيش لم يملك حتى في السابق زمام المبادرة، وإنما كان يتعامل بعقل استراتيجي بعيد المدى، أسقط خيارات في السياسة كما أسقطها في الميدان، وهو اليوم يتخذ زمام المبادرة، وبالتالي يري السوري اليوم قدرته على الفعل في الميدان وعلى الفعل حتى في السياسة، عندما يجبر الولايات المتحدة وجون كيري أن يهرول باتجاه موسكو ويلتقي لافروف وبوتين ويلحقه ديفيد كاميرون، وتتغير مفردات اللغة الغربية تجاه سوريا، وكله الآن يتحدث عن حلول سياسية ويتحول إلى حمائم تدعو وتنشد السلام بعد أن كانت تنظر إلى نفسها وتسوق نفسها بأنها هي صقور. لا، رأينا لاحقا أنها هي عبارة اليوم عن حمائم تنشد السلام وما إلى هنالك. لذلك اليوم سوريا هي حقيقة من تشكل المعادلات الإقليمية والدولية، وهي من تملي شروطها اليوم. وأنا حقيقة أقول ذلك وغير مغال ولست مبالغا فيما أقول وفيما أذهب إليه، هذه هي الحقيقة اليوم.
لكن نحن تعاملنا بالأخذ بعين الاعتبار أكثر من عامل، ليس فقط العامل الإقليمي والدولي مدام وفاء، حتى العامل الداخلي وعملية إعادة ترحيب وتكوين الوعي الجمعي الشعبي حيال قضايا أساسية كانت هي مستهدفة حقيقة في وعيه في الدرجة الأولى، ومن ثم انعكاس هذا الاستهداف في الوعي على الأرض. ولاحظنا تغيير في المزاج العام على أي حال لدى الشعب السوري فيما يتعلق بهذه الجزئية تحديدا. فلنتغنى بالانتصار تحديدا في هلأ في زمن الانتصار وفي وقت الانتصار وفي التزامن والمحاكاة مع انتصار. لا أكيد لسه في مستحقات في أكيد لسه في مستحقات يعني سنتحدث عنها انتصارنا، لكن نقول ما انتصرنا لا انتصر إن شاء الله. وحقيقة غير مبالغ وغير مغالي في هذا التوصيف من باب رفع يعني هذا ما ينشده على أي حال جميع السوريين. دعنا نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود دكتور عفيف. مشاهدينا الأكارم بعد الفاصل سنعود، ابقوا معنا. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. إرهابيون يطلقون قذيفة هاون على أحياء سكنية خلف مقام السيدة زينب في ريف دمشق، وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى معظمهم نساء وأطفال. واللواء محمد إبراهيم الشعار رئيس لجنة شؤون الأحزاب يؤكد خلال لقائه المكتب السياسي لحزب الشعب أن مهمة لجنة شؤون الأحزاب الإشراف على عمل الأحزاب وتعزيز الفكر الوطني والتعددية السياسية. وإطلاق سراح الجنود المصريين السبعة المختطفين في سيناء شمال شرقي مصر. وسقوط أكثر من 10 قتلى بينهم عسكريان و126 جريحا في الاشتباكات العنيفة التي شهدتها طرابلس شمال لبنان منذ يومين. والحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يدفع بإعادة تشغيل محطة هاموكا النووية وتخوف من إعادة سيناريو فوكوشيما. والشرطة الفرنسية تغلق كاتدرائيات روتردام بعد إقدام أحد الناشطين السابقين في حزب اليمين المتطرف على الانتحار بإطلاق النار في فمه أمام مذبح الكاتدرائية. أخبار الدنيا بدقيقة، دقيقة واحدة بدقيقة. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاكارم. ايضا من جديد اسمحوا لي ان ارحب بضيفنا في هذه الحلقه الدكتور عفيف دلي، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي، مرحبا مجددا بحضرتك. يعني الحقيقه انا لسه ما خلصت من المؤتمر اللي عقد في الاردن، يعني ايضا لفتني امر ما قاله ناصر جوده في هذا المؤتمر بانه دعا المعارضه السوريه الى ان تتوحد، يعني على ما يبدو ان هناك فيما يتعلق بتوحيد المعارضة هناك إجماع من كل هذا المحور، محور من يدعم هذه المعارضة أو ما تسمى المعارضة بالنسبة لنا، يعني دفع باتجاه توحيد هذه المعارضة. السؤال الذي يطرح نفسه يعني إذا كانت جبهة النصرة قائمة على الإرهاب والوهابيون تابعون للسياسة السعودية والإخوانيون تابعون للسياسة القطرية والفصائل في الشمال تابعة للسياسة الأردوغانية وبعض الفصائل على حدود الجولان تابعة للسياسة الإسرائيلية، يعني كيف سيتم توحيدها؟ يعني هل ناصر جودة يحلم بتوحيد هذه المعارضة؟ كيف يمكن لها أن تتوحد؟ هلا أنا بجوز لي قراءة مختلفة. دائما دعوات الخطاب السياسي أو في أي تصريح سياسي لمسؤول أن تتوحد المعارضة هو مؤشر إلى أنها غير موحدة، ما هيك؟ فهو قضية سلبية بالنسبة للمعارضة ما أنا إيجابية، وهم يعترفون بها على أي حال. أنا كنت عم أقول لك قبل قليل أنه في اليوم في ضرورة حقيقة لتصفية مجموعة من الأدوات، ما هيك؟ في ضرورة لتصفية مجموعة من الأدوات. خلينا نذكر مدام وفاء أنا وحضرتك والسادة المشاهدين، في مرحلة سابقة قريبة ليست بعيدة رأينا تشظي وتشرذمة كبيرة جدا واستقالات بالجملة من الهياكل السياسية التي شكلوها في الخارج والتي يفترض أن يسوقوها كبديل للدولة والنظام السياسي في حال سقوطه، ما هيك؟ طيب هن في مرحلة كانت أحوج إلى أن يسوقوا أنفسهم بأنهم أقوياء وبأنهم متماسكون وبأنهم منسجمون وغير مشرذمين ولا منقسمين وليس هناك خلافات على التوجهات الأساسية والعامة ولا حتى على التفاصيل والجزئيات، أليس كذلك؟ حتى يصرف هذا التسويق أو هذه الفكرة كي تصرف في السياسة وتحقق منافع ومكاسب هي مطلوبة حقيقة أن يشتغلوا عليها. في نفس الوقت ماذا كان يحصل ويجري؟ هناك استقالات في الجملة، استقالة معاذ الخصيب، تصفية
رياض الأسعد، حجب الثقة عن حكومة المنفى وعدم الحديث عنها على الإطلاق، استقالات أخرى من ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول، اعترافات تخرج من بعض أعضاء تلك الهياكل السياسية الكرتونية لتتحدث عن فضائح كبرى مالية وسياسية وغير ذلك. إذن ما كانوا يأملونه وما كانوا يجب أن يشتغلوا عليه ليحققوا مكاسب في السياسة ضد الدولة السورية لم يستطيعوا أن يحققوها، وبالتالي اليوم هناك حاجة باعتقادي إلى تصفية مجموعة من الأدوات. هناك واقعية سياسية نقرأها اليوم مدام وفاء. القضية ليس بمقدور أحد أن يأتي ويجلب هياكل سياسية كرتونية هو يدرك أنها ليس لها ثقل وتمثيل شعبي على الأرض، وليست مقبولة ومرغوبة شعبيا، ولا تملك قدرة على الفعل السياسي واتخاذ زمام المبادرة في اللعبة السياسية الداخلية في سوريا مع بقاء الدولة السورية، وبالتالي الاحتكام إلى لعبة الانتخابات الديمقراطية، لأن كما قلت لك ليس لهم حيثية شعبية أو جماهيرية، وبالتالي سيكونون خارج المعادلة. هم لن يراهنوا على حصان خاسر، الولايات المتحدة لن تراهن على حصان خاسر، هي كانت أصلاً تضعهم هم فقط كواجهة سياسية، ليس بالضرورة هم أن يأتوا ليحكموا، يعني ليست الولايات المتحدة بتلك السذاجة التي يمكن أن تضخ مئات الملايين من الأموال هي وحلفائها طبعاً أو أدواتها الإقليمية من دول الخليج، وتشرف وتتورط بالأزمة السورية إلى حتى النخاع لتقول مثلاً لسين أو عين أو صاد في ائتلاف الدوحة ولا مجلس اسطنبول تفضلوا شرفوا خذوا السلطة. قضية ليست كذلك يعني، ولكن هناك من وقع على وثيقة هامة جداً وتحدث عنها معاذ الخطيب عندما قال بأنه في الائتلاف كان هو سيجبر على توقيع ورقة وهي معادلة الاستسلام لإسرائيل ويعني عقد صلح معها. هذا واحد علاك، وبأنه هناك من وقع هذه الورقة. هذا واحد علاك لسبب كثير بسيط، انتهى دوره وكبوه، انتهى دوره وكبوه، عفوا منك شلحوه من رجلون يعني. بس هو اللي قدم استقالته. طولي بقى، لا قدم استقالته على شو؟ عم ياخذ مصاري وعم يطلع بالإعلام وموعود بالسلطة، ليش لا يقدم استقالته؟ شو مجنون أو لا أجداد؟ تم التخلي عنه خلاص يا حبيبي، خلصت مهمتك أنت الله معك، خلصت مهمتك الله معك، انتهى الموضوع، أنت لم تحقق شيء، والمرحلة اليوم تغيرت في الميدان وفي السياسة على مستوى المعركة وعلى مستوى الصراع مع سوريا، وبالتالي أنت وأمثالك من أدوات لم تعد تلبي الغرض والحاجة التي من أصل الأصل صنعت وصممت لأجله، وبالتالي لابد من التخلي عنك، وبالتالي لابد من تصفية مجموعة من الأدوات كما قلت لك. يعني هل التخلي للتهيئة عنه؟ للتهيئة إلى 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 الترويج لتهيئة المناخ العام الدولي وتهيئة الرأي العام لاستراتيجية أو لمنطوق سياسي جديد للولايات المتحدة فيما يخص الأزمة السورية. عندما يقولون أن المعارضة غير موحدة، المعارضة الخارجية غير موحدة ويجب أن تتوحد، طيب هم اليوم يضعونها في موقف محرج، هم يقولون أن هذه المعارضة التي يفترض هي أن تحاكي الدولة وأن تتفاوض مع الدولة بتعبيرهم هي غير موحدة، وبالتالي هي غير جاهزة، هي غير مهيئة أن تجلس على طاولة مفاوضات أو طاولة حوار، هي غير مهيئة وغير قادرة ولا تمتلك القدرات والعوامل الكفيلة بأن تأتي لتدخل في ظل معادلة سياسية أو لعبة سياسية داخلية في سوريا. وبالتالي هذا باعتقادي أنا كما أقرأ في السياسة هو يعني تعتيم واغتيال سياسي لهذه المجاميع السياسية التي شكلوها واسموها معارضة وليس العكس. ليش ما نقول عندما وضعوا جورج صبرا يعني في هذا الائتلاف كان قصدهم على اعتبار انه بيعرفوا السوريين لا يمكن ان يعني يؤسلموا الدولة كما تم في مصر ولا يمكن ان يقبلوا بهذا الموضوع، يعني اخذ بالاتجاه الاخواني، كان تعيين جورج صبرا لتغيير ربما يعني الشكل العام من اجل تغيير المزاج العام السوري على اعتبار انه يعني المزاج العام السوري بدا او بالاحرى انخرط بشكل قوي مع دولته واصبح ابدا لا يرغب بجميع هؤلاء. لا لك شغله، لا بغض النظر عن مناقشه هؤلاء الاسماء، لانه نحن على فكره وقت بنناقش مواقف هؤلاء الاسماء يعني بنعطيهم اكبر من حقيقتهم، انه هن بالتالي اصحاب مواقف ويطلقوا مواقف سياسيه معينه تخدم استراتيجيه هم وضعوها او صنعوها او يعملون عليها. القضيه مختلفه تماما، هم عباره فقط عن ابواق، هم عباره فقط عن ادوات رخيصه جدا والله العظيم. انا لا اتحدث بذلك او بهذا التوصيف من منطلق الخصومه السياسيه او العداوه السياسيه، ولا اتحدث بذلك من خلال من باب التهكم
والاستهزاء هي الحقيقة، هي الحقيقة، يعني شاء من شاء وأبى من بأ من أبى أن يعترف أو لا يعترف بها، حقيقة هي حقيقة هي كذلك. هؤلاء هم عبارة عن أدوات رخيصة للغاية، يعني موظفون في الخارجية القطرية أو موظفون في الخارجية الأمريكية يملون عليهم أوامر ولا يستطيعون أن يناقشوا تلك الأوامر، أن يقوموا بها أو لا يقوموا بها أو يعدلوا شيئا منها. هذه الحقيقة، وهناك أمثلة كثيرة مدام وفاء. أنا لا أريد حقيقة الآن في هذه الحلقة تحديدا أن أتحدث عن هؤلاء وأمظهرهم بمظهر كبير، يعني أكبر منهم بكثير. على القضية أيضا هم كائتلاف يعني ناشدوا وطالبوا كل الفصائل المتواجدة في سوريا، يعني قبل عدة أيام كانوا يناشدون بأن خففوا الضغط على القصير بحيث أنه قوموا بعمليات كبيرة هنا وهناك لتشتيت الجيش عن القصير. اليوم هم يطالبون كل هذه الفصائل بالتوجه إلى القصير، طبعا هذا ائتلاف ما يسمى ائتلاف الدوحة من يطالبهم، من أجل يعني أو بزعم أنه إذا سقطت القصير سقطت الثورة، هكذا من وجهة نظرهم. يعني بصرف النظر عن هذه المناشدة المضحكة أو هذه المهزلة، ألا يعلم هذا الائتلاف أن العصابة في منطقة ما هي يعني تنهب المنطقة وتقتل من فيها وتخطف الناس، يعني غير آبها بالعصابات الأخرى وغير منتظرة لأن تأخذ تعليمات من قبلهم حتى تذهب إلى تلك المنطقة أو تلك أو الأخرى من أجل أن ترد على ما يطالبهم به هذا الائتلاف. يعني معقول ما حدا بيعرف؟ معقول ما حدا بيعرف؟ أكيد بيعرف، الكل بيعرف. مدام وفاء الموضوع واضح، يعني ما بيحتاج كتير يعني تحليل سياسي معمق لنكتشف ونتلمس حقائق الأمور. القضية واضحة، واضحة المعالم، واضحة المفردات منذ البداية. هلا ربما بالنسبة للبعض مو منذ البداية كانت واضحة، توضحت لاحقا، لكن اليوم المسألة مكشوفة، صارت لعبة على المكشوف. يعني اليوم بقى بيجي عندك لعندك شخص مثل معاذ الخطيب بيجي بيقول لك والله كان بده يخلوني وقع، يجبروني على التوقيع على استسلام لإسرائيل. ما أنت كنت عم تقول عم تدعم إسرائيل، ما أنت كنت عم تقول أنا يا أخي بدي أعمل صلح مع إسرائيل وبدي أعمل سلام مع إسرائيل حتى لو على حساب الجولان، ما في مشكلة. وأعضاء من ائتلاف الدوحة، كانوا عم يزوروا إسرائيل، ما هيك ولا لا؟ ما إسرائيل اليوم هي مين عم تدعم؟ ما عم تدعم جبهة النصرة اللي عم يدافع عنها كان معاذ الخطيب وكان غاضب وعم يجرم إنه كيف الولايات المتحدة الأمريكية بدها تحطها على أحد الإرهاب. على مين عم يضحكوا؟ على مين؟ معاذ الخطيب ما هو عم يطلب كان من الناتو يجي يقصف سوريا، هلا بده يعمل لي حاله وطني؟ فات الأوان. معاذ الخطيب ولا جورج، حتى جورج صبري عم تقولي لي انه والله جابوه، مين عم يجيبوه؟ هن عم يجيبوا طرابيش، شيلوا هاد بيجيبوا هاد، بيشيلوا هاد بيجيبوا هاد، انه والله هن عم يعملوا هذا التشكيل نتيجه المشاكل الكبيره جدا العالقه بينهم على فكره، والاتهامات الدائمه الموجوده بين اعضاء هذين الهيكلين الكرتونيين في السياسه على خلفيه انه هذا عم يستفيد وهذا عم يجمع اموال وهذا عم يعطينا وهذا ما عم يعطينا. هدول هن عباره عن سماسره ما لهم علاقه بالسياسه لا من قريب ولا من بعيد. هن عم يراهنوا على طبقه غبيه ممكن ان تصدقهم فقط، هي هذا هو رهانهم حقيقه. لكن المسائل بيناتهم هي مسائل ماليه، انه يا اخي نحن ما استفدنا، في عدم عداله من بتوزيع الاموال الوارده الى الائتلاف على سبيل المثال، فاستدعى ذلك استقاله 81 عضو من ائتلاف الدوحه في 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 وقت كانوا مجتمعين باسطنبول على فكره. هذا الحكي من حوالي 3 اشهر او 4 اشهر، 81 واحد، وما حدا جاب سيرتها بالاعلام، ما حدا حكى بالاعلام عن هذا الموضوع. لذلك مدام وفاء القضيه اليوم هي مش قضيه انه والله اصلا ليش بيمونوا هن على المجموعات المسلحه يقولوا لها والله اذا وقفوا قتال فبيوقفوا قتال، بالتالي وقت هن عم يجيبوهم ويدعوهم الاوروبيين والامريكان انه والله يا اخي تعالوا اقعدوا مع الدوله ونحن كفيلين بانهاء الصراع وانهاء الاشتباك العسكري، انه هلا هدول جماعه ائتلاف الدوحه هلا اذا بيقولوا والله لجبهه النصره وقف قتال بوقف قتال، لا ما توقف قتال، لانه هن ما في ما بيتبعوا لبعضهم تنظيميا، هن بيتبعوا لنفس المشغل. لكن هذا ياخذ بدي اقول لك انا ائتلاف الدوحه في بدايه الحلقه ذكرت حضرتك وقلت بانه يعني تاخذ اوامرها هذه المجموعات من الولايات المتحده الامريكيه طبعاً، وربما من اسرائيل. يعني كيف اذا ارادت الولايات المتحده ان توقف هذه الحرب الدائره في سوريا فهي تستطيع؟ طبعا تستطيع الولايات المتحده تستطيع، نعم
لكن هؤلاء المجاميع المجموعات المعارضة الخارجية وإتلاف الدوحة ما إتلاف الدوحة؟ لا طبعا طبعا لا بالمطلق. أمريكا إيه تستطيع، نعم تستطيع، هي المشغل مدام وفاء، هي المشغل وهي المشرف وهي صاحبة المشروع، هي صاحبة المشروع. وبالتالي اليوم لا حدا يجي يضحك علينا، اليوم نحن عارفانين وين رايحين، ونحن ما كنا وصلنا لهالمرحلة اللي وصلنا لها اليوم نحن إلا في ظل تقدم الجيش العربي السوري، صمود الشعب العربي السوري، تماسكنا، تماسك دولتنا، هي هي عوامل القوة الذاتية يضاف إلى عوامل القوة الموضوعية التي تتجلى بالعلاقات والتحالفات الاستراتيجية التي أتت حقيقة أكلها في هذه المرحلة، وحصنت سوريا وعطتها موقع متقدم على مستوى حتى التفاوض السياسي والمعركة السياسية. وأنا بقول لك أكثر من هيك عزيزتي، اليوم سوريا تضع هي شروط المرحلة القادمة على المستوى الإقليمي، على المستوى الإقليمي، مش مو بس الموضوع السوري. لا تفكر مؤتمر جنيف 2 الذي سيعقد هو فقط لتناول ومناقشة الحالة السورية، لا، هناك مجموعة ملفات ترتبط بالموضوع السوري، موضوع الإيراني، موضوع المقاومة، موضوع الصراع الإسرائيلي مع محور المقاومة، وبالتالي هناك مجموعة من القضايا يجب حلها، موضوع النفط والغاز المكتشف في شواطئ ومياه البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي من اليوم الذي سيكون موجود في المنطقة من القوى الصاعدة، وما هي حصة القوى الآفلة، يعني بمعنى الولايات المتحدة والأوروبيين، هي قوى آفلة اليوم في المنطقة، وهناك قوى صاعدة على مستوى العالم وتريد اليوم حقيقة إعادة تقاسم منظومة المصالح الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما سيتم. لذلك في نهاية المطاف القضية هي قضية مصالح دولية، نعم، لكن هذه المصالح لم تكن، يعني القضية وقت الواحد بيجي بيقول لك إنه المسألة الروسية أخي عميد عملها للمصلحة، نعم، لكن الإنجاز السياسي والعبقرية السياسية هي كيف أنا أستطيع أن أخلق مصلحة استراتيجية ليست مرحلية مع هذا الحليف، وكيف أحول العلاقة الثنائية بين سوريا وروسيا من علاقة ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل وفقط، يعني ضمن أطر العلاقات الدولية، إلى علاقة وتحالف استراتيجي نوعي. هون العقل الاستراتيجي في السياسة الذي حقيقة يعني ينم عن عبقرية فذة كبيرة جدا، يعني لو نعم لو لم يكن كذلك لما وقفت روسيا إلى جانب الدولة السورية لمدة يعني عامين أنا ما لوجه هذه الهجمة الشرسة تماما. القضية الكلمية. نعم مصالح، لكن المصلحة كيف إجت هيك؟ أنه بس هي مصلحة لروسيا يا أخي؟ لا، ما عرضوا على الروس إغراءات مالية هائلة جدا مدام وفاء، هائلة جدا، وأعطوها حتى ضمانات وإغراءات سياسية استراتيجية هائلة، لكن لم يستطيعوا حقيقة أن يعوضوا ما يمكن أن تخسره روسيا في حال ذهاب سوريا أو سقوط سوريا. لذلك اليوم الحنكة كانت السياسية والعبقرية السياسية الاستراتيجية هي في تشكيل هذه المصلحة وكيفية تشبيك المصالح مع حلفاء استراتيجيين أقوياء يراهن عليهم ونراهم في المستقبل ماذا سيكون موقعهم الذي سيتبوؤونه على مستوى القوة والفعل الدولي. وبالتالي هذه هي العبقرية وهذه الحنكة، نعم المصالح، لكن هل يستطيع أحد أن يشكل مصلحة؟ إذا سوريا تلعب في السياسة الدولية والاستراتيجية الدولية كما فعلت شهرزاد بشهر يار، يعني ومنع وأخرت كثيراً، أنا لا أبالغ مقتلها، أنا لا أبالغ إذا قلت أن العالم قد تغير، وسوريا حقيقة انتقلت من ساحة الفعل على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العربي إلى ساحة الفعل على المستوى الدولي. هي اليوم سوريا تعيد تشكيل معادلات إقليمية ودولية. عندما أتحدث اليوم عن فعل دولي أو عن فعل سياسي أو حضور سياسي وقوة سياسية، إذن هل نستطيع هنا القول بأنه الحسم العسكري هو أقل المجهود الذي تقوم به الدولة السورية؟ يعني بمعنى أن الحسم العسكري على الأرض هو أسهل شيء في المعادلة الدولية التي تجري اليوم؟ لا، مو القضية قضية أسهل. وبناء المتغيرات التي تحدث يعني دولية. مو القضية قضية أسهل، ما في شيء اليوم سهل حقيقة، لكن هو كبير التأثير على المعطى السياسي، يعني المعطى الميداني ذو تأثير مباشر وسريع، يعني تظهر تجلياته على المشهد السياسي بشكل سريع جدا. لماذا؟ كما قلت لك اليوم الانتصار العسكري هو انتصار صريح وعلني وواضح. الولايات المتحدة لن تقبل حقيقة أن تخرج بهزيمة مفضوحة، هي اليوم تريد أن تحاول الالتفاف على ذلك من خلال
الدعوة إلى مؤتمر دولي، وبأن هذا المؤتمر الدولي أنتج حل، أنهى الأزمة السورية، لكن بنتيجة الجهد الأمريكي والنفوذ الأمريكي. وبالتالي لن تقول الولايات المتحدة أنني خرجت مهزومة، لا، بل أنا صنعت الحل. وهناك فرق بين من يخرج مهزوم وبين من يدعي أنه يصنع حل حتى لو في الشكل السياسي. ولكن الحقيقة السياسي تبقى حقيقة بكل تأكيد. طبعاً. أيضاً أستاذي الكريم، يعني أريد الانتقال للحديث عن حادثة خطف المطرانين اللذين ما زالا إلى هذه اللحظة مخطوفين. يعني لماذا يحاول اليوم الغرب مع تركيا ومع الإعلام السعودي والقطري تغييب يعني هذه القضية إعلامياً، وحتى يعني سياسياً على الأرض لم نعد نسمع بأي أمر فيما يتعلق بخطف المطرانين؟ لماذا أصبح يعني هذا الموضوع ثانوي في الوقت الذي نرى بأنه وجود السلفي الأصولي ما يسمى أحمد الأسير في الأراضي السورية إلى جانب المسلحين على وسائلهم الإعلامية هو قضية وطنية كبرى؟ يعني اليوم الإعلام مثل ما كان في السابق مدام وفاء، هو يلعب لعبة قذرة. يعني هو يريد اليوم، يحاول أن يركز على ما يريد أن يركز عليه، لا على ما ينبغي فعلا التركيز عليه. يعني دائما هم يريدون اليوم تغييب الرموز، لعبوا على هذه المسألة منذ البداية، منذ بداية الأحداث في سوريا. هم كانوا يريدون تغيير الرموز الاجتماعية والدينية والسياسية والوطنية، لذلك غيروا. يعني أتوا بشخصيات سافلة ساقطة، عذرا لهذه الكلمات، لكن هذه الحقيقة، وحاولوا أن يظهروها على حساب الرموز أو الشخصيات الاجتماعية والدينية السمحة. أتوا بمتطرفين وأرادوا أن يلبسوهم لبوس الدين ويحلوهم محل رجال الدين الحقيقيين العلماء في بلاد الشام، كالقرضاوي ومجموعته وشلته كلياته والعريفي، وهدول الأشباه الأنصاف مجانين، هدول شياطين حقيقة، مو ما لهم علاقة بالدين، لا من قريب ولا من بعيد، مو إنه رجال دين، ما لهم علاقة بالدين أصلا. حاولوا هن مباشرة يغيروا هذه الرموز حتى على مستوى الحالة الوطنية، شكلوا لك مجموعات مسلحة وإجوا بدهم يحاولوا يعطوها الشرعية ويعطوها رمزية على حساب رمزية الجيش العربي السوري. بالمقابل كانوا عم يشتغلوا على شنطين هذا الجيش وإجرام يعني تجريم هذا الجيش العربي السوري. حاولوا أنهم حتى يتناولوا شخص السيد الرئيس ويقولوا صفات معينة حتى يخلوا العالم ما تحبه للسيد الرئيس وتبعد عنه للسيد الرئيس، وحاولوا حتى العلم العربي السوري يغيروه. بالتالي كانت اللعبة لعبة رموز عزيزتي، تغيير رموز لتغيير ولذلك مرحلة. كان مقتل لكن هون نحن تمسكنا واستشهاد عفوا محمد سعيد رمضان البوطي أيضا لتغييبه. يعني بلكي العرعور بيستلم مكانه مثلا، يعني من لكي وقتها إذا يعني نحن حنسمح؟ طبعا ما حنسمح، وهذه جدلية خيالية أن يسمح الشعب السوري لمثل هذا المسخ المجنون الشيطان أن يكون في موقع ما، ما بقول لك في موقع الشهيد البوطي رحمه الله، لا، ما في مجال. أنا حتى هلا حتى على سبيل المقارنة، ولو إني أنا هلا عم قارن بالأقصى السلبي لأقصى الإيجابي، أنا بكون عم بظلم الشهيد البوطي. لا، قضية بعيدة كل البعد حقيقة عن هذا التوصيف وهذه المقارنة. القضية اليوم هي عملية تغيير رموز ممنهجة متدرجة، تقنع العالم تدخلهم بمرحلة جديدة، ما يحسوا على حالهم إلا هن باتوا اليوم بمرحلة جديدة، إلى مفردات جديدة، إلى عناوين جديدة، إلى رموز الجدد. وبالتالي باعتقادي كانوا هم يحاولون ويأملون على أن ينجحوا بتحقيق أهدافهم من خلال ذلك، لم يستطيعوا عزيزتي. قضية المطرانين اليوم هي قضية يجب نحن أن نركز عليها كثيرا ونبقى دائما نشتغل عليها. القضية ما نعتبرها أنه خلص حدث انتهى، أخذ حقه بالإعلام يومين ثلاثة ومشي الحال، لا، ما أخذ حقه بالإعلام ولا أخذ حقه بالحراك. وحتى لو اليوم عنا إنجازات وعنا شغل وعنا قضايا كثير نشتغل فيها وعنا قضايا جدا مهمة واستراتيجية نتناولها ونتداولها في الإعلام وفي السياسة وعلى طاولة البحث، إلا أنه قضية المطرانين حقيقة لا يجوز أن تغيب ولا للحظة واحدة عن الذهن، ولا يجوز حقيقة لأحد أن يظن أن هذه القضية يمكن أن تحل دون حراك. أنا أدعو إلى حراك حقيقي وفعلي وإلى ضغط دولي وكنسي من أجل تعرية هؤلاء المجرمين وإظهارهم على حقيقتهم، وأن تتدخل الكنيسة الكاثوليكية في العالم لإنقاذ هذين المطرانين، ويكون هناك فعلا ثقل للمنظمات غير يعني الحكومية وحتى المجلس الأمن والمجتمع الدولي. حتى رأينا انخفاض في هذا. طب مطرانين يا أخي، أنا ما بيكفيني، معلش، مع احترامي
للحبر الأعظم البابا أنا ما بيكفيني تصريح، أنا بدي شغل أكثر من هيك. في مطرانين اليوم في سوريا هن يشكلوا زعامة روحية لطوائفهم مغيبين، على يد من؟ على يد حفنة من المجرمين والقتلة واللصوص. ليش؟ بأي حق؟ مين بده يتحرك إذا ما نحن تحركنا؟ إذا نحن أصحاب الحق منا اليوم عم ننادي وعم نطالب بحقنا، معناتها ما حدا حيجي يطالب لنا بحقنا. لا، اليوم نحن على كل المستويات وعلى كل المحاور وعلى كل الجبهات موجودين وجاهزين، وهيك لازم نكون فعلا. لا نغتر هلا بنصر، لا نغتر بنصر، النصر بده يكمل، لازم نحن نسعى لنكمله. ما في اليوم حقيقة مباركة إلا بعد انتهاء آخر إرهابي على هذه الأرض وتطهير هذه الأرض المباركة المقدسة عن آخرها. هذه وقتها عند ساعتها بنبارك لبعضنا بالنصر الحقيقي، علماً أنه هلأ أنا قلت لك قبل شوي يمكن أنه نحن فعلاً انتصرنا، لكن اليوم نبلور هذا النصر، نؤكد هذا النصر، نكرس تجلياته ومفرزاته وتداعياته الحقيقية وإسقاطاته ومرتسماته على الأرض لحتى نلمسها كلياتنا. وهذا واجبنا، واجبنا كلنا. أرجوكم لا نتكل على الجيش فقط، نكون داعم حقيقي له، مو بالكلام بالفعل أيضاً، وأنه نشتغل إحنا على الجبهة الإعلامية ومن نتهاون بحقوقنا ولا بمفرداتنا، ونرد على كل مفردة يراد منها التشويش على حقيقة ما يجري وعلى مسار المعركة وعلى مسار الانتصار، الانتصار المبين الواضح الحقيقي آتٍ لا ريب فيه. يعني كل ثقة حقيقة أنه نحن باعتقادي قبيل أو قبل نهاية الشهر القادم، شهر حزيران، نحن ما الشهر الجاي حزيران، أنا بتوقع قبل نهاية شهر حزيران يعني قبل رمضان، قبل رمضان بإذن الله مسيرة الانتصار الكبير في ساحة الأموية إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضورك معنا الأستاذ عفيف دلي، وحضرتك كاتب ومحلل سياسي. شكرا لحضرتك وإن شاء الله منتصرين. ختام هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نترحم على أرواح شهداء سوريا من مدنيين وعسكريين، ونتمنى دائما التوفيق للجيش العربي السوري في أداء مهمته على الأرض. السلام عليكم ورحمة الله.